أهلا بكم. في الفيديو ده هنشوف لحظة وصول الزعيم عادل إمام لتقديم واجب العزاء للفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي، ولكن داخل المنزل. ده عزاء معمول داخل منزلهم لأنهم رفضوا إقامة عزاء وقالوا هنتبرع بتمن هذا العزاء ونوزع صدقات على عبدالله ابننا. ودي كانت رغبة الفنانة شمس البارودي، وقالت إن ابنها كان حافظ لكتاب الله وأنا عايزة أعمل حاجة تقعد له. طيب، مين اللي حضر العزاء في المنزل ولحظة ظهور الزعيم عادل إمام وصدمة الجميع من تغير كبير جدا في ملامحه، وحديث دار ما بين حسن يوسف اللي حاليا حالته الصحية متدهورة جدا جدا، وما بين الزعيم عادل إمام وخضة من الحضور بسبب اللي حصل هناك. تعالوا نعرف كل التفاصيل. خلينا في البداية نصلي على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، وكمان ندعي لهم ان ربنا يربط على قلوبهم. هما في حالة من الصدمة والحزن، ومع ذلك في مجموعة كبيرة بيشمتوا فيهم وبيقولوا ان ده بسبب افلامهم واعمالهم، وان ربنا بيعاقبهم في وفاة ابنهم، وأكن ربنا خلاص بياخد حد بذنب حد، أو بقى في ناس موكلة في الأرض إنها تقول ده عقاب أو ده حساب أو أيا كان إيه. عموما مش موضوعنا، انتوا قولوا رأيكم في الناس اللي بتشمت في الموت والمرض، وخلينا نكمل الفيديو. الفنانة شمس البارودي لحد اللحظة دي مش قادرة تستوعب وفاة ابنها عبدالله صاحب 35 عام، وقالوا انه كان باقي اسبوع فقط على حفل زفافه، وانها كانت بتحضر المكان اللي هيعيش فيه، وان هو كان رايح رحلة صغيرة مع اصدقائه في الساحل الشمالي، وان هو بيعوم في النيل يغرق في مترين مية. ازاي ده حصل الله اعلم، ولكن طبعا تقرير الطب الشرعي اثبت ان الوفاة طبيعية، واكيد حضراتكم سمعتوا ده. عادل إمام بقى عارفين ان بيجمعوا صداقة كبيرة ما بينه وما بين حسن يوسف، فأصر ان هو لازم يروح علشان يقدم واجب العزاء. زي فنانين كتير كانوا منتظرين ان يتعمل عزاء كبير ويروحوا يقدموا واجب العزاء. شفنا في الجنازة بعض الفنانين متواجدين، والبعض الآخر كان مستني لحد ما يروح العزاء، لكن هم موجودين في المنزل بيعملوا عزاء في المنزل في بيتهم، حاجة يعني للناس اللي قريبة منهم والناس اللي عايزة توسيهم. عادل إمام صمم ان هو يروح بالرغم من ان احنا ما بنشوفوش ولا في برامج ولا افراح ولا عزاءات، ولكن استوجب عليه ان هو يروح بسبب العشرة وان هو يصبرهم على وفاة ابنهم. ودار ما بين حسن يوسف وعادل إمام حوار انه ازاي حصل كده، وان احنا الله اعلم بيحصل لينا كده ليه، وياريتني انا يا عادل كنت مكانه. وبصراحة الفنان حسن يوسف اول ما شاف عادل إمام حضنه جدا جدا وفضل يبكي بكاء مستمر. عادل إمام ما قدرش يتمالك نفسه هو أيضا، وزعل وبكى هو كمان. ده أخبار انتشرت على السوشيال ميديا، والمؤكد فيها إن هم يعني ما بينهم صلة وما بينهم ود كبير جدا جدا، إنه لازم يروح ويعزيه أو حتى لو بالتليفون. طيب، ايه اللي حدث بعد كده؟ ان الفنان حسن يوسف سقط على الارض وتم نقله للمستشفى، لان حاليا حالته الصحية قاسية وصعبة جدا جدا، وطبعا كان واضح تغير كبير على ملامح الزعيم عادل امام. كان واضح عليه جدا جدا تقدم العمر، وان هو خلاص يعني ناس كتير مرة تقول توفى، مرة تقول ان هو مريض، يمكن هو اكتر فنان سمعنا عنه شائعات. ربنا طبعا يديله الصحة ويقوم الفنان حسن يوسف بألف سلامة، ويصبر الفنانة شمس البارودي على هذا المصاب الجلل اللي هي مش قادرة تستوعب، لدرجة انها لحد دلوقتي عايزة تروح تقعد مع ابنها في المقابر، وبتقول انه كان بيخاف من الضلمة، وان انا نفسي اقعد جنبه لحد ما العمر ينتهي. طبعا ربنا يصبرها، وربنا يجازي الناس اللي عمالة تشمت وتتنمر وتسخر في وفاة ابنهم عبدالله رحمة الله عليه. رأيكم مهم جدا في الكومنتات، ياريت تقولوا رأيكم، وكمان تدعوا لهم ان ربنا يصبرهم ويرحم ابنهم ويرحم موتانا جميعا. اللهم امين. شكرا.